بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، النادي الاهلي يا جماعة، الناس اللي بتقارن الاهلي بالزمالك وان الزمالك واقف على رجله وان الزمالك افضل من النادي الاهلي وان الزمالك اللعيبة مستوى فني وبدني احسن من النادي الاهلي، عزيزي المشاهد الاهلاوي اينما كنت، قبل ما نحكم عن الاهلي واقع ولا مش واقع والزمالك احسن ولا مش احسن، عايزك تعرف ان الاهلي لعب ماتشات الموسم ده بفواصل زمنية 48 ساعة فقط 15 مرة. الاهلي بيلعب ما بين كل مباراة واللي وراها 48 ساعة فقط، وده لا يقبله العقل البشري ولا الالكتروني ولا اي حاجة خالص تقدر تتحمل هذا المجهود الضخم. لعبت النادي الاهلي لعبه 15 مباراة، في حين ان الزمالك اللي الناس طالعة بالزمالك السما، الزمالك لعب 7 مباريات فقط، يعني نص عدد ماتشات الاهلي اللي لعبها في فترة زمنية 48 ساعة ما بين مباراة والتانية. الاهلي لعب 15، الزمالك لعب 7 ماتشات. طيب كل 3 ايام فاصل الزمني 72 ساعة، الاهلي لعب 15 مباراة ما بين المباراة واللي بعدها 15 مباراة، والفوارق دي كانت بسبب ان الاهلي بيسافر من بلد لبلد او من محافظة للتانية، يعني ما كانش بيلعب ماتش النهاردة في القاهرة فيستنى 72 ساعة نريحه فيلعب الماتش الجاي في القاهرة، لا 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 لا، ال 72 ساعة دول كانوا بيبقوا متنطورين في 24 ساعة ضيعين سفر بالنسبة لي النادي الاهلي. طب الزمالك يا اخوالنا، الزمالك لعب 9 ماتشات بس. اغلب ماتشات الزمالك بتلاقي ما بين الماتش والتاني 5 ايام 6 ايام اسبوع. انتوا شفتوا النادي الاهلي يا جماعه؟ ناس شافت اداء عالمي في ماتش فيوتشر. اوعى تفتكر ان الاهلي كسب فيوتشر بال4، لان زي ما اتقال من بتوع البليله ان فيوتشر مفوت او ان فيوتشر مش في دماغ الماتش، لا والله، لكن كل ما فيها ان الاهلي ارتاح بس 6 ايام. اللعيبة دي خدت راحة 6 ايام من الماتشات، مش راحة من التدريبات، من الماتشات بس، فبدأوا يستعيدوا جزء من لياقتهم المنهكة المفقودة. عايز اقولك ان النادي الاهلي لعب ماتشات برا القاهرة 18 مباراة، برا القاهرة في المحافظات الاخرى 18 مباراة، في حين ان نادي الزمالك لعب 12 مباراة. ده كله يؤثر فنيا وبدنيا وذهنيا، ما عندكش وقت للاستشفاء. فياريت لما نيجي نحكم على لاعبتنا ما ندمرش لاعبتنا ونبقى زي حفظكم الله الدبة اللي بتنهي وتقضي على صاحبها. جمهور النادي الاهلي اوعى بكتير من كده. اتمنى ان احنا ندي العذر والمبرر للاعبي النادي الاهلي. كابتن اسلام الشاطر في قناة النادي الاهلي قال جملة جميلة جدا، قال جملة ان لو قفلنا الاهلي 10 سنين ونمنا محدش هيقدر يجيب ويحقق الارقام بتاعة النادي الاهلي. ابصم بال10 ان مش 10 سنين بس، 20 سنة. لو النادي الاهلي قال لك شكرا احنا هناخد نفسنا كده 20 سنة نقعد فيهم نريح فيهم وننتخ فيهم وخلي المنافس يكسب له شوية بطولات، مش هيقدر يوصل للأرقام بتاعة النادي الأهلي. لكن مع احترام الكامل كابتن إسلام الشاطر، احنا لو هنركن لفكرة ان الفارق ما بيني وما بين أقرب المنافسين بتاعي 20 و30 سنة، مش هنكسب حاجة. الفرق ما بيننا وما بين باقي الأندية التانية ان النادي الأهلي يا كابتن إسلام وجمهور الاهلي الواعي فاهم كده،
احنا بنكسب بطولة النهاردة بندور على اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. احنا مش زي جمهور الأندية المنافسة اللي لما بيكسب بطولة بيعيش عليها 10 سنين. لا، انا ببقى كسبان بطولة النهاردة، ممكن تكون البطولة دي دوري ابطال افريقيا اللي فيه اندية بقالها 20 و30 سنة ما شمتهاش ولا تعرف يعني ايه دوري ابطال افريقيا وبيطلعوا حصالة، ممكن اكسبها النهاردة وبكرة اخسر كاس مصر تلاقيني يعني الدنيا مقلوبة بالنسبة لي، مش طايق حد. يا ابني انت لسه كسبان دوري ابطال، ايه يعني ما تسيب كاس مصر للغلابة؟ لا معلش، انا النادي الاهلي، عشان كده الاهلي الاول في كل شيء، الاول مصريا محليا قاريا اقليميا، الاهلي الاول في كل حاجة. عشان كده اتمنى اتمنى كابتن اسلام الشاطر جملتك دي ما يبقاش الغرض منها الا التحفيل بس، ان احنا نحفل على الجمهور المنافس، لكن الواقع ما قبلش ان جمهوري وجمهور النادي الاهلي او احنا كاهلاوية، مش جمهوري اللي هو جمهور مصطفى، يعني جمهور النادي الاهلي يبقى عايش بالعقلية دي، ان انا عادي ايه يعني لو خسرنا البطولات السنة دي والسنة الجاية كده كده احنا متفوقين. لا يا فندم، انا ما ينفعش يعدي عليا موسم غير لما اكسب بطولتين وثلاثة واربعة. نادي بيراميدز تحرك اخيرا. امتى يا زمالك؟ يا رب الزمالك كمان. من اسبوع او من 5 ايام كنا اتكلمنا وقلنا هو امتى بيراميدز وامتى الزمالك يتحركوا ويطلبوا حكام اجانب. اخيرا عملها بيراميدز، المليوناريوس وممدوح عيد اتحركوا اخيرا. بيراميدز في خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بيطلب طاقم تحكيم أجنبي لكل مبارياته القادمة. كأهلاوي حق بيراميدز، حق بيراميدز وحق أي نادي تاني إنه يطلب حكام أجانب، ولكن خلينا نعقب على الموضوع ده بأكتر من نقطة. النقطة الأولى إن مش الأهلي بس اللي شايف إن الحكام المصريين غير جيدين، إن الحكام المصريين غير جديرين بتحكيم الدوري، وقلنا قبل كده والله كل أندية الدوري المصري كلهم بيشتكوا مر الشكوى من الحكام المصريين، ما عدا نادي واحد فقط، نادي واحد اللي كل الحكام أو بعض أو أغلب الحكام بيخدموا على النادي ده، لكن باقي 17 نادي كلهم بيشتكوا. وعلى فكرة باقي الأندية 17 لو يقدروا يطلبوا حكام أجانب والله ما كانوا هيتأخروا، يعني هم لو عندهم الرفاهية والقدرة على طلب طاقم حكام أجنبي كانوا طلبوا، بس ما عندهمش القدرة، ما عندهمش القدرة ان هم العين بصيرة واليد قصيرة، ما عندهمش. فالنهاردة بيراميدز بيقول لك انا عايز حكام أجانب لكل ماتشاتي، وهنا السؤال لرابطة الأندية المحترفة، لان بيراميدز بيقول لك انا عايز حكام أجانب للماتش الجاي قدام للإسماعيلي في الإسماعيلية. النادي الاهلي لما كان بيجي يطلب حكام اجانب حضرات كان رابطة الاندية وعصام عبد الفتاح بالتحديد، النهاردة عصام عبد الفتاح في مفترق طرق، اما ان عصام عبد الفتاح ومن وراء عصام عبد الفتاح يكونوا غير صادقين او صادقين. كانوا بيقولوا لنا ايه يا جماعة لما الاهلي كان يجي يطلب حكام اجانب؟ كان يقول لك ماشي عايز حكام اجانب هجيب لك، بس بشرط الماتشات بتاعتك بس. مش بس كده، ده انت تبعت لي قبلها باسبوعين عشان اقدر اجيب لك حكام اجانب. النهارده بيراميدز مقدم طلب، النهارده كام يا جماعه؟ 20. مقدم طلب حكام اجانب لماتش 24، يعني قبل الماتش باربع ايام او اقل من 4 ايام. طب الماتش فين؟ في الاسماعيليه، يعني مش ماتش بيراميدز، يعني مش حق بيراميدز انه يطلب حكام. لكن اذا لجنه عصام عبد الفتاح جابت حكام اجانب لماتش بيراميدز والاسماعيلي في الاسماعيليه، اذا انتوا شويه كدابين. ليه؟ لانك لما كنت بتتلكك بموضوع الاسبوعين، بيراميدز مقدم طلب قبلها باربع ايام، بيراميدز مقدم طلب على مباراه مش مباراته، ده مباراه الاسماعيلي، وهتقدر تجيب الحكام الاجانب دول ولا لا؟ ويا ترى يا هل ترى السؤال الاهم للحكام، هو الحكم البولندي بتاع ماتش الاهلي والزمالك بكرة هياخده كام؟ ده سؤال مهم جدا، لان اللي هيدفع مش الاهلي، اللي هيدفع هو اتحاد الكورة.
هل هياخدوا 25,000 دولار شاكب راكب بالإقامة بالأكل بالشرب كله بالسفر بكله، ولا هياخدوا 40,000 دولار؟ طب لو خدوا 25,000 دولار مين اللي كان بيضرب الفرق ما بين الـ40 اللي كان بيدفعهم الأهلي والـ25 اللي بياخدهم الحكام؟ مين؟ ده سؤال مهم أيضا. عايز أقول لك إن النادي الأهلي 5 لعيبة من النادي الأهلي كانوا في قائمة الأفضل في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو في القارة الأفريقية عموما. النهاردة الاتحاد الأفريقي بيعلن عن القائمة النهائية. القائمة النهائية بتضم 3 لاعبين فقط يا حضرات، 2 من الـ3 من النادي الأهلي، أليو جانج ومحمد الشناوي وأشرف داري من الوداد المغربي. ده إن دل بيدل إن النادي الأهلي كان فريق قوي جدا، إن ده اللي بيدل إن النادي الأهلي كان يمتلك مجموعة من اللعيبة اللي كان ليهم الأفضلية إن هم يكسبوا البطولة 2-3 قدام. لكن مخطط الملقح لقجع نجح، مخطط أبو خيبة الكرة المصرية وتراتيره نجح، نجح في إبعاد الأهلي عن البطولة المفضلة بالنسبة له للموسم الثالث على التوالي. خالد الغندور بيقول لك جتتنا نحست. خالد الغندور بيقول لك عندنا الاعلام ضدنا دايما طول الوقت، مجلس الادارة بيتم حله طول الوقت، ايقاف القيد طول الوقت، كمية اصابات طول الوقت، ومع هذا متصدرين الدوري، والادارة فن مش عنا عن، وإدارتنا بتعرف تحل المشاكل كويس قوي وتعرف توفر المستحقات كويس قوي، والبعض بيحاول يوقع الزمالك لأن الزمالك ناجح، وبيقعدوا يرموا الكلام في قضية سيف الدين الجزيري. خلينا أرد على خالد الغندور نقطة نقطة. جتتك نحست أو جتتكم نحست ده حاجة ترجع لكم مش بتاعتنا. إعلام مين اللي ضدكم طول الوقت؟ إحنا هنهزر. إعلام مين اللي ضدكم يا راجل؟ ده انتم مسيطرين على كل حاجة، برامج اذاعة تلفزيون صحافة جرايد مجلات مرئي سمعي بتنجاني على الحيط في الجو في المية، مسيطرين على كل حاجة. حتى الاهلوية الغلابة اللي موجودين في البرامج الرياضية ما يقدروش يفتحوا بقهم نص فتحة، لازم يهاجموا الاهلي على طول الخط، وإلا مش هيشتغلوا، هياخدوا على دماغهم ويمشوا. مجالس ادارات بتتحل، هي مجالس الادارات بتاعتكم بتتحل ليه؟ ارجع لكلام حسين لبيب وميدو، قال لك اللي بيحل مجالس الادارات الزملكاويه فيما بينهم هم اللي بيحلوا مجالس الادارات، اللي دخلكم المحاكم هم الزملكاويه، احنا مالنا احنا وايه علاقتنا؟ ولكن هم الزملكاويه شطار، الزملكاويه شطار في ادعاء المظلوميه بشكل كبير، مؤامره، احنا مظلومين، احنا مجالسنا بتتحل، احنا عندنا قيد موقوف، احنا عندنا اصابات، مفيش فلوس، البلد مش بلدنا، والدولة واقفة مع الاهلي، والدولة ما بتدعمناش، اصل اتحاد الكرة اهلاوي، اصل الدولة اهلاوية، اصل مش عارف ايه. وتيجي تبص على ارض الواقع تلاقيهم واخدين حقهم تالت ومتلت ومربع ومخمس. اعلام كل البرامج الرياضية كلها زملكاوية، لو رحت قناة طبخ هتلاقيهم كلهم زملكاوي، لو رحت قناة الفنكوش هتلاقيهم زملكاوي، ويطلع خالد الغندور يقول لك لك الله يا زمالك، لك الله يا زمالك. بالمناسبة يا جماعة عايز اقول لكم حاجة بالنسبة لموضوع الجزيري. موضوع الجزيري هيدفن، محدش هيفتحه ولا حد هيطالب بتحقيقات فيه، لان ببساطة يا جماعة لو طلع موضوع الجزيري ده صح، وانا بقول لك بنسبة تتخطى 70%، لان خطاب الفيفا اللي بيقول كده احنا بنقولش حاجة من عندنا، خطاب الفيفا بيقول لك انت ايدت لاعب كصفقة انتقال حر والنادي ده موقوف من القيد ازاي؟ اذا ثبت هذا الكلام ان عقد الجزيري مع الزمالك باطل، ده معناه ان الزمالك يتخصم منه حوالي 44 نقطة من الدوري. يا نهار ابيض، لان الجزيري شارك مع الزمالك في 16 مباراة، الزمالك كسب 14 وتعادل في 2،
ما خلاص العقد باطل. انا بقول لك اذا ثبت كلام نادي اتحاد بن قردان واللي الاتحاد الدولي بناء على كلامه بعت للاتحاد المصري يسألوا، احنا جالنا معلومات ان انتقال اللاعب بتاعك انتقال فري، صفقة انتقال حر. وبعدين انا عايز اسأل سؤال للمسؤولين في الاتحاد المصري، هو انتوا ليه لحد النهاردة رافضين تربطوا نظام الانتقالات المحلية بالاتحاد الدولي؟ عارفين ليه ولا مش عارفين؟ عشان يبقى الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ونعمل اللي احنا عايزينه وندفن عليه سكمون بوكمون محدش يحس بحاجة. تويتا وديت الريش فين يا طاهر؟ قال له تويتا، كان جناوي تويتا، قال تويتا. هم عايزين كده يقتل الحاجة ويخلص ويدفن ويتاوي محدش حاسس بحاجة. زي موضوع الجزير، حد حس بحاجة؟ حد عرف عنه حاجة؟ ده الاهلي بجلالة قدره ما كانش يعرف، اللي عرفنا الاندية التونسية، واكيد اللاعب او وكيله هم اللي ودلهم المعلومة دي عشان اللاعب عايز يمشي من الزمالك. فتخيل 44 نقطة، يعني الزمالك يهبط للدرجة التانية مرتاح، الزمالك يهبط الدرجة التانية مرتاح. لكن ده مش هيحصل، ده مش هيحصل، لو شفت حلمة ودنك برضو مش هيحصل. شكرا ليكم، سلام عليكم.